طريقة رسم مربع بمعلومية قطره باستخدام البرجل. أهلا وسهلا بكم، محاضرة جديدة من محاضرات الرسم الهندسي وعملية هندسية جديدة بعنوان طريقة رسم مربع منتظم بمعلومية قطره باستعمال البرجل. المعطيات: ألف ب القطر المعلوم طوله 7 سنتي، والمطلوب رسم مربع يكون ألف ب قطره باستعمال البرجل. خطوات العمل: نرسم القطر ألف ب بطول 7 سنتي. بعد ما نرسم القطر ألف ب هننصف ألف ب في نقطة واو. هنركز في نقطة ألف، وبفتحة أكبر من منتصف ألف ب هنرسم قوس لأعلى ثم قوس لأسفل، وبنفس الفتحة هنركز في نقطة ب ونرسم قوس لأعلى وقوس لأسفل. بعد كده هصل ما بين نقاط التقاطع، هيصبح عندي نقطة واو في منتصف ألف ب. أركز بالبرجل في نقطة واو وافتح البرجل حتى نقطة ألف، إذن يبقى فتحة البرجل تساوي واو ألف. وأنا راكز في نقطة واو هرسم قوس لأعلى، هيقطع الخط المستقيم في نقطة جيم، وهرسم قوس لأسفل هيقطع الخط المستقيم في نقطة دال. هيصبح عندي نقطة ألف وب على المستقيم الأفقي، وجيم ودال على المستقيم الرأسي. أصل ما بين هذه النقاط هينتج المربع المنتظم بمعلومية قطره. أول حاجة هنوصل ما بين ب وجيم، وجيم وألف، ثم ألف دال، ثم دال ب. المربع ألف دال ب جيم مربع منتظم تم رسمه بمعلومية القطر ألف ب. وبهذا نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.